استاذ قمر موسى المحامي الرسمي للدكتور عمر عبد الرحمن، والذي نظمت قبل ذلك مؤتمر لمناصره الشيخ عمر. النهارده اليوم على الافطار، ماذا تقول وماذا تطلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ اطلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه واصمم انه مسؤول عن التدخل للافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واعادته. وكما سبق وان قلت وصرحت لكم ان كرامه الدكتور عمر عبد الرحمن من كرامة ثورة 25 يناير، وإذا لم يعد الدكتور عمر عبد الرحمن إلى بلاده وإلى وطنه وإلى أهله وإلى أولاده وإلى محبيه، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يكون قد ارتكب إثما كبيرا في التفريط في هذا العالم الفاضل. أناشد المجلس العسكري وأناشد جميع منظمات حقوق الإنسان أن تتدخل وفورا من أجل الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. الدكتور عمر عبد الرحمن أحد علماء الأزهر الشريف، وأناشد شيخ الأزهر، وأناشد كافة العلماء، وأناشد هيئة كبار العلماء، وأناشد منظمة المؤتمر الإسلامي، وأناشد الدكتور يوسف القرضاوي بصفة رئيس هيئة علماء المسلمين أن يتدخلوا فورا، بل وأناشد كافة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أن يجعلوا ذلك على رأس اهتماماتهم وعلى رأس برامجهم. لقد غزا أحد الخلفاء بلاد الكفار من أجل إنقاذ امرأة، والدكتور عمر عبد الرحمن هو شيخ فاضل وجليل ولا نزكي على الله أحدا. وأطالب المجلس العسكري وعصومة الدكتور شرف الذي يقال أنه رئيس وزراء الثورة، رئيس وزراء الثورة لا يمكن أن يتقاعس وأن يتجاهل قضية الدكتور عمر عبد الرحمن. وشكرا.